الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، تراصوا، واعتدلوا. إن شاء الله for the last ركعة after ركوع we will have دعاء النازلة, the supplication after رفع, after ركوع إن شاء الله for our brothers and sisters who is suffering in Palestine إن شاء الله. And this is the sunnah of رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وجهت وجهي للذي فطر السماوات حنيفا وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين، وجعلناكم أكثر نفيرا.
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين
وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة والملحدين. اللهم كل إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم يا رحمن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم وتول أمرهم وأحسن خلاصهم واجبر كسرهم. اللهم وخص من بينهم إخواننا في فلسطين، اللهم دبر لهم فإنهم لا يحسنوا التدبير، أمكر لهم ولا تمكر بهم يا رحيم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، ظمأ فروهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اللهم تول أمرهم، اللهم وحد كلمتهم، وجمع صفوفهم، وسدد رميتهم، واجعلهم بأسا على عدوك وعدوهم. اللهم تقبل شهداءهم، واشف مريضهم، وارحم ميتهم، ورد غائبهم، وأمن خائفهم، وفك أسيرهم. اللهم احفظهم بحفظك المنيع، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم احفظ أرضهم وسماءهم، واحفظ برهم وبحرهم. اللهم احفظهم من فوق رؤوسهم، ونعوذ بعزتك أن يغتالوا من تحت أقدامهم. اللهم أنزل عليهم جندا من جندك، اللهم أنزل عليهم ملائكة من عندك، أنزل عليهم ملائكة مسومين، أنزل عليهم ملائكة مردفين. اللهم إن إخواننا في فلسطين مغلوبون فانتصر، اللهم انتصر لإخواننا في فلسطين، اللهم انتصر لهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، ومن عذابك نستجير. اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك على كل شيء قدير. اللهم كما ربطت على قلب أم موسى فاربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، وثبت على الحق أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم، اللهم زلزل عروش الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم.
اللهم من أرادنا والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والمسلمين بشر فاجعل تدبيره تدميرا، وأدر عليه دوائر السوء بقوتك يا قوي يا متين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استجب دعاءنا لإخواننا في فلسطين، فقلت وقولك الحق، قل تدعوني أستجب لكم، وها نحن يا ربنا قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.